اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد، نرصد في اهم ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والاجنبيه، ونبدا مع ابرز العناوين بعد هذا الفاصل. الهيئة بحجة الخلايا النائمة، القوات الحكومية تعتقل 7 مدنيين في الموصل. وفي المدى مكونات كركوك تنشطر إلى 24 قائمة لتقاسم 13 مقعدا برلمانيا. وفي موقع كتابات، الخاطفون يطلقون نائب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية. الجزيرة نت، ماكرون لن ننسحب من الاتفاق النووي مع إيران. أما في العرب الجديد، 5 دول تجتمع اليوم في باريس لإحياء جهود الحل السياسي للأزمة السورية. القدس العربي، الكويت تطلب من سفير الفلبين المغادرة وتستدعي سفيرها للتشاور. الحياة اللندنية، ماكرون يخشى حربا تشعلها إيران. من العناوين ننتقل إلى المقالات، وحيث تمنع ميليشيات مسلحة يزيدية مدعومة من الحشد الشعبي والحكومة العراقية العشائر العربية القاطنة في سنجار ومحيطها من العودة إلى المدينة الواقعة على بعد 80 كيلومتر غربي الموصل، وتفرض شروطا تعجيزية عليهم وسط حالة من عدم مبالاة للجيش العراقي والحكومة المحلية بمحافظة نينوى، وهو ما ينذر باستمرار حالة عدم الاستقرار بمحافظة نينوى بحسب تقرير نشرته صحيفة العرب الجديد. وقال مسؤول في مجلس محافظة نينوى الحكومة المحلية للعرب الجديد إن ميليشيات لالش التي تحظى بدعم من الحشد الشعبي والحرس الثوري عبر مسؤول ملف الفصائل الكردية العراقية في إيران الجنرال ريبار آزادي وميليشيا إيزيد خان وميليشيا وحدات حماية سنجار، ما زالت تمنع العديد من بطون عشيرة شمر وعنزه وعبيد والعقيدات وعشائر أخرى من العودة إلى قراهم ومن منازلهم مستقوية بالسلاح الذي حصلت عليه من الحكومة العراقية وفقا لقوله. وبين أن تلك الميليشيات تتضرع بكون العشائر تؤوي عناصر من داعش وأن منهم معاونين للتنظيم، ويجب أن تقوم تلك العشائر بتسليمهم لها، مؤكدا أن تلك الميليشيات فضلا عن اشتراطها على العشائر تسليم عناصر داعش طالبتها بتوقيع تعهدات بالبراءة من أي عنصر تابع للتنظيم ضمن عشيرتها، وأن تتعهد بالقبض عليه وتسليمه لها. وأضافت الصحيفة، الفصائل اليزيدية تحكم بمصير العشائر العربية، وهو استهداف للتعايش والسلم الأهلي، كما يجب وضع حد له. وتضم مدينة سنجار 3 نواحي وأكثر من 70 قرية، وهي خليط من العرب وعشائر شمر وعبيد والكرد واليزيديين، وكذلك قرى آشورية ومسيحية، وتعود تسميتها إلى أحد فروع قبيلة شمر العربية التي استوطنتها منذ القدم. يعتقد حسب آخر المسوحات العراقية أنها تحتوي على كميات هائلة من الغاز الطبيعي في الجزء الجنوبي من المدينة. في مقال آخر، قال الكاتب علي حسين في صحيفة المدى، لقد وعد مؤسس الحزب المدني في العراق السيد حمد الموسوي بأن يعيد النزاهة والشفافية إلى البلاد إذا ما انتخب، ولا نعرف سببا لهذا الاستعجال، كذلك لا نعرف أي نوع من الشفافية سوف يعيدها لنا السيد الموسوي. مليارات مزادات العملة التي هربت بوصولات مزورة، أم العقود التي يتم الحصول عليها برشوة مسؤولين كبار؟
ففي ديمقراطيتنا الشفافة أكثر من اللزوم لا يحق لنا أن نسأل من أين حصل السيد حمد الموسوي على كل هذه الأموال في الوقت الذي لا نعرف نوع التجارة التي يمارسها ومكان المصانع التي أقامها في العراق، مثلما لا نعرف في أي درج أخفى مجلس القضاء ملف مصرف الهدى لصاحبه الموسوي. فقد أخبرنا في ذلك الوقت السيد مدحت المحمود من أن القضاء لن يسكت على الفساد. كان ذلك يوم 9/11/2015، وفي النموذج العراقي ليست النزاهة قوانين وضوابط وإنما شعارات يتغنى بها مشعان الجبوري وتستخدمها حنان الفتلاوي أثناء قبض عمولة الاستجواب، ويرفعها جمال الكربولي في وجوهنا كلما سألناه أين ذهبت أموال الهلال الأحمر. نتطلع اليوم من حولنا فنرى صاحب مصرف يريد أن يملك من النواب أكثر مما يملك حزب مثل الحزب الشيوعي، ونرى المسؤولين يمررون لرجال المال المشبوه المشاريع والصفقات، ونشعر بأن الدولة يراد لها أن تتحول إلى خرابة. وأضاف الكاتب أن الخلاف بين أساس الأفاضل ليس على الرؤية الوطنية بل على تقاسم الكعكة العراقية، وصار رجال المال يملكون أيضا اللوائح الانتخابية والفضائيات معها الجحوش الإلكترونية. كان المونولوجست المصري الشهير أحمد غانم إذ وصل في الصراخ إلى ذروته التفت إلى الجمهور وهو يقول: أنا أغني بفلوسي. بدأت آفة الفساد المالي والإداري المستشرية في العراق منذ ابتلائه بالاحتلال الذي قادته أمريكا وتابعتها بريطانيا عام 2003، بعد أن تركزت السلطة بيد الذين وصلوا إلى سدة الحكم من خلال تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها لصالح الأحزاب والكتل الطائفية والعنصرية المتنافذة التي ما زالت تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة في ظل غياب القانون وعدم المساءلة. فقد ساهم انعدام الشفافية في صنع القرار وإهمال حكومات الاحتلال المتعاقبة ومحاربتها لحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والإعلام وضعف المساءلة وانعدام الإدارة المالية الملائمة بحسب تقرير نشره موقع الهيئة نت. لقد أصبح الفساد ينخر بجسم المؤسسات والدوائر الحكومية جراء إهمال حكومات الاحتلال وعدم تفعيل الإجراءات اللازمة لمحاربة هذه الآفة واجتثاث جذورها ومصادرها. ونتيجة للفساد المالي والإداري المستفحل أضحت المناصب الرسمية تباع وتشترى، ولم يعد بالإمكان التغطية على هذه الظاهرة الخطيرة رغم عمليات التجميل الزائفة التي كلفت مبالغ طائلة تم دفعها من قوت الشعب المظلوم، بدءا من رشاوى شركات الدعاية والإعلان بهدف تلميع صور المسؤولين في العملية السياسية، مرورا بشراء الذمم والأصوات قبل وأثناء الانتخابات، وصولا إلى تهديد المؤسسات الصحفية وملاحقة وتصفية كل من يحاول محاربة قضايا الفساد التي تعج بها المؤسسات والدوائر الحكومية. ولم تستطع أمريكا التي قادت الاحتلال أن تعطي صورة مغايرة لما يجري في العراق من تدهور وفساد مفضوح، رغم سيطرتها شبه التامة على المؤسسات والمنظومات العالمية والأممية، إذ وضعت منظمة الشفافية الدولية العراق خلال الأعوام القليلة الماضية في المركز 170 دوليا و16 عربيا في مؤشر الدول الأكثر فسادا بالعالم. لقد توالت فضائح الفساد المالي والإداري التي يشهدها العراق منذ 15 عاما، فلا يكاد يمر شهر إلا ويطلع العراقيون والعالم أجمع على فضيحة جديدة يقف وراءها عدد من المسؤولين في حكومات الاحتلال الذين لم يقدموا للشعب العراقي سوى المزيد من المآسي والمعاناة ونهب ثرواته وتركه يكابد شظف العيش وهو مثقل بالمشكلات والأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية دون أن يرى بصيص ضوء في نهاية النفق المظلم.
هناك اعتقاد ثابت لدى الغرب أن العالم العربي يشكل خطراً على إسرائيل، أما إيران فمهما بلغ بها التطرف الدعائي فإنها لا تشكل مثل ذلك الخطر. هذا ما استهل به الكاتب فاروق يوسف مقالة في صحيفة العرب اللندنية، حيث قال إن هناك حرباً على وشك أن تقع بين إسرائيل وإيران، وهو قول فيه الكثير من التضليل والخداع أو المبالغة في أحسن الأحوال، لا لأن الطرفين ينفيان ذلك فحسب، بل وأيضا لأن كل المعطيات على أرض الواقع تؤكد أن أحدا من الطرفين لا يفكر في الإيقاع بالآخر على أرضه. لقد سبق لزعماء إيرانيين وفي مقدمتهم مرشد الثورة علي خامنئي أن هددوا بإزالة إسرائيل، غير أن تلك التهديدات مرت كما لو أنها لم تقع، بل أعطاها الغرب أذناً صماء، وهو أمر مستغرب بالمقارنة بردود الفعل الغربية على تهديد واحد أطلقه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، جلب عليه نقمة الغرب وعصف بنظامه ودفع بالعراق إلى الهاوية. ما الفرق بين الحالتين؟ يمكننا أن نصدق مضطرين أن الغرب اعتبر الرئيس العراقي جاداً في تهديده، فيما رأى في تهديد خامنئي نوعاً من المسحة، ولكن سيكون ذلك نوعاً من العبث، فدولة بحجم إيران وزعيم بحجم علي خامنئي لا يمكن أن يكون مجرد دميتين في سيرك عالمي أرعن، وكما يبدو فإن ما كان مسموحاً لها في العراق يقابله اعتراض غربي إذا ما تعلق الأمر بإيران. هناك خط غربي أحمر في كل ما يتعلق بإيران، وهو ما لا تواجهه إسرائيل فيما يتعلق بالعالم العربي. في هذه الحالة فإن كل الخطوط تكون خضراء أمامها. تتصرف إسرائيل في ذلك وفق تمييز غربي صارم بين إيران والعالم العربي. وإذا ما عرفنا أن الغرب قد صنف إيران دولة عدوة فيما كان الجزء الأكبر من العالم العربي ولا يزال صديقا له، يمكننا أن نعبر عن دهشتنا في مواجهة ذلك السلوك الذي يعبر عن أدنى مستويات الإنصاف أو لا يعبر عن أدنى مستويات الإنصاف. فالولايات المتحدة الأمريكية وهي صديقة العرب يمكنها أن تقف مع أي عدوان إسرائيلي على سوريا أو على لبنان أو على غزة، غير أنها تقف بطريقه أو بطريقة أو أخرى حائلا دون أن تفكر إسرائيل في القيام بما يزعج إيران على أراضيها. بعد كل هذا الذي جرى في سوريا خلال السنوات السبع الماضية وأكثر، باتت هناك شبه قناعة لدى المعنيين بهذه الأزمة المتفجرة والمتابعين لها أن في هذه المنطقة وفي الشرق والغرب أنها ذاهبة إلى التفتت والتشرذم والتشظي والتقسيم. فالعودة إلى ما كانت عليه الأمور في عام 2011 من الواضح، لا بل المؤكد، أنها لم تعد ممكنة في المدى المنظور على الأقل، وذلك بعدما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، وأصبح هذا البلد يخضع لاحتلالات كثيرة دولية وأقليمية بحسب الكاتب صالح القلاب في صحيفة الشرق الأوسط. والواضح أن سوريا لن تستعيد وحدتها في المدى القريب، وستكون ميدان مواجهة وساحة معركة بين القوى المتصارعة والتي لا يهمها كيف سيكون مصير هذا البلد العربي الذي من سوء طالعه أن موقعه الجغرافي هو هذا الموقع الاستراتيجي، وأنه ابتلي بنظام طائفي وليس بنظام الطائفة منذ عام 1970 الذي أوصله إلى ما وصل إليه، بقدر ما يهمها الاستحواذ على مصادر الطاقة في البحر الأبيض المتوسط وفي شواطئه. إن فيما تبقى من هذا القرن الذي من الواضح أنه قد بدأ عاصفا وسينتهي عاصفا، وإن في القرن الذي يليه الذي لا تزال تحدياته في عالم الغيب، إن السؤال الذي ازداد إلحاحا في السنوات الأخيرة من عمر هذه الأزمة التي تحولت من الوقت إلى أزمة إقليمية ودولية متفجرة خاضعة لأسوأ الاحتمالات هو: إلى أين سوريا ماضية يا ترى؟ وهل هي ذاهبة إلى التقسيم والتشظي كما يقال، وأن حفاظها
على وحدتها ليس معجزة وفقط، لا بل مسألة مستحيلة، وذلك رغم كل هذه الانتصارات الوهمية التي هي انتصارات للإيرانيين والروس. والأكثر صعوبة على هذا الصعيد هو أن كل الأدلة تشير إلى أن القوتين الرئيسيتين الفاعلتين في هذا البلد روسيا والولايات المتحدة لم تعدا قادرتين على التفاهم ولو في الحدود الدنيا، وأنهما ذاهبتان إلى حرب باردة جديدة كتلك التي سادت في النصف الثاني من القرن الماضي، وهذا إن لم يستجد ما سيأخذهما إلى مواجهة عسكرية. إن هي إن لن تكون بمثابة حرب عالمية جديدة فإنها ستكون حربا إقليمية بالتأكيد، ستنخرط فيها إيران وإسرائيل وتركيا وبعض دول المنطقة التي بعض دولها منحاز منذ الآن إلى هذه الجهة وبعضها الآخر منحاز إلى الجهة الأخرى. أثارت عريضة ضد ما يسمى بمعاداة السامية الجديدة وقعها أكثر من 250 شخصية فرنسية حافظة أئمة وشخصيات إسلامية فرنسية بعد أن طالبت بوضوح اعتبار بعض آيات القرآن الكريم آيات عفى عليها الزمن بتهمة دعوتها إلى قتل وتعذيب اليهود والمسيحيين والملحدين ووصف عميد المسجد الكبير دليل بوبكر ما جاء في هذه العريضة بأنه محاكمة غير عادلة وهزلية للفرنسيين المسلمين، مشيرا إلى أنه يمثل خطرا واضحا على التعايش المشترك للمجتمعات الدينية بحسب تقرير نشره موقع الجزيرة نت. ودان رئيس المرصد الوطني لمناهضة الإسلاموفوبيا عبد الله زكري هذه العريضة بوصفها تمثل جدلا مقززا وخطيرا للغاية حول الإسلام، داعيا الموقعين إلى وقف توجيه التهم جزافا إلى الإسلام والمسلمين. كما وصف زكري الموقعين على هذه العريضة بأنهم شرذمة من السياسيين الآفلين المتعطشين إلى الظهور الإعلامي وقد وجدوا في الإسلام والمسلمين ضالتهم. أما إمام مسجد بوردو الكبير طارق أبرو فاستهجن بشدة القول إن القرآن يدعو إلى القتل، معتبرا ذلك حكما عنيفا للغاية وسخيفا كذلك، وقال إن القرآن نزل باللغة العربية، واعتقد أن أولئك الذين وقعوا العريضة قرأوا ترجمة لمعانيه أو تأويلا لها، وهو ما ينم عن افتقارها للثقافة الدينية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن أي نص مقدس هو عنيف في حد ذاته بما في ذلك الإنجيل. وكان صحيفة لوباغزيان الفرنسية نشرت يوم الأحد الماضي عريضة وقعها قرابة 300 من الشخصيات الفرنسية المعروفة في الثقافة والسياسة والإعلام، تضمنت اتهامات للمسلمين بالتطرف ودعت إلى مراجعة بعض الآيات القرآنية بل وتجاوزها بوصفها تدعو إلى قتل وتعذيب اليهود والمسيحيين والملحدين. سيكون بمقدور سكان دول المنطقة العربية رصد ورؤية كوكب عطارد الأحد القادم، حيث سيشهد الكوكب أقصى استطالة له حول الشمس، وسيصل عطارد يوم الأحد أقصى بعد زاوي له مع الشمس أعلى الأفق الشرقي، وقدره 27 درجة قوسية غربي مركز الشمس. ووفق الخبير الفلكي بدار التقويم القطري بشير مرزوق، فإن أفضل وقت لرصد ورؤية كوكب عطارد يكون في ذلك اليوم،
حيث أن سكان دول المنطقة العربية سيتمكنون من رصد الكوكب أعلى الأفق الشرقي في سماء الفجر لكل دولة من بعد شروق كوكب عطارد وحتى شروق شمس ذلك اليوم. وقال مرزوق إن تلك الظاهرة من الظواهر الفلكية الهامة، لأنها تعتبر فرصة رائعة لرصد كوكب عطارد أطول فترة زمنية في سماء الفجر أعلى الأفق الشرقي قبل شروق الشمس، وذلك لأن الكوكب من الكواكب التي يصعب رصدها في غالبية أيام العام. لنتابع معا بعض صور الكاريكاتور التي اخترناها لكم من صحف اليوم. نصل لختام برنامج صدى الأقلام، نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إلى اللقاء.